أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض السيد زايد بن راشد الزياني أن حصوله على وسام السياحة العربية من الطبقة الأولى، والذي يعد أرفع وسام يمنح للشخصيات البارزة على المستوى الإقليمي، جاء نتيجة الرؤية التي تبنتها مملكة البحرين لصناعة المحتوى السياحي. جاء ذلك خلال أعمال الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي، السياحة والأمن رافدان للتنمية، الذي يقام تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. كانت المؤشرات الإيجابية التي حصدتها مملكة البحرين من خلال اهتمامها بتطوير المنتج السياحي والرؤية التي تبنتها الحكومة الموقرة في استراتيجياتها لتكون السياحة عنصرا فاعلا من خلال إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، جعلت المملكة تخطف الأنظار وتعتلي منصات التكريم من خلال تكريم سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوسام السياحة العربية من الطبقة الأولى، والتي يعد أرفع وسام يمنح للشخصيات البارزة على المستوى الإقليمي، والتي لها دور كبير في تنمية وتطوير العمل العربي المشترك في مجال صناعة السياحة. أود أن أتقدم بالشكر إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المنفدى، وسيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر، وسيدي صاحب السمو ولي العهد النائب الأول لمجلس الوزراء على دعمهم المستمر لقطاع السياحة في مملكة البحرين، وهذا الدعم اللي يعطينا الحافز بالتقدم والارتقاء بهذا القطاع وينعكس في أدائنا بصفة يومية، والحمد لله يأهلنا للحصول على هذا التكريم وهذا التميز في مصاف الدول العربية. المنظمة نفذت العديد من الفعاليات المتعلقة ببرامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع السياحي بالتعاون مع الجهات المعنية في مملكة البحرين. أيضا المنامة كلنا نتذكر حازت على لقب عاصمة السياحة العربية، وكان كل هذه الجهود لا يمكن أن تتحقق لولا دعم معالي الوزير زايد راشد الزياني، اللي كان ليه اهتمام كبير جدا لجهود وأنشطة المنظمة. إن الأرقام أثبتت بأن الحكومة نجحت من خلال استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن تكون السياحة عنصرا فاعلا، حيث بلغ معدل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 ما نسبته 4.6% مقارنة مع 6.5 في عام 2018، والتي من المتوقع أن تنمو إلى 8% في عام 2022 لتضع مملكة البحرين على خارطة السياحة الإقليمية العربية وبجدارة، نظرا لما تقدمه من حوافز وتسهيلات جاذبة للسياح والمشروعات السياحية على حد سواء. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.